لو الحكايه فيها ان في وهي حته التعاون، انا ما اعرفش التعاون. انا دايما اقولها ان الجزء المتعزل لا تحقق النتيجه، ممكن تحقق نتيجه لكن على المدى البعيد لا يمكن ان تثمر على نتيجه ايجابيه بشكل متميز. برضه من باب ارضيه الاحياء المصريه المنتشره على مستوى الجمهوريه، احنا طبعا في بيننا وبين سياده التعاون قائم فعلي جدا في مجلس الشراكة الاجتماعية، وإن شاء الله هنعمل اجتماع قريب مع وزارة الدولة والصحة وسيادتك والإعلام في النهاية. بشكر حضرتك، احنا الآن شايفين كده بجد والله.